بداية الارتداد في الرحال، أريد أن أشير إلى أمر يفضل الجميع باش يختاروا وجرنا المطرعة بالنسبة للكبار حق الأرضي واللي ما عندوش عائق أو المانع الصحي غادي يخضع للقرعة بشكل تلقائي للقرعة اللي كتجري على الجميع. وشكرا لكم، ونعطي الكلمة للسي حبوبي باش يزيد يوضح الإجراءات ديال القرعة. فاطمة هي صافي وسلام فرحي. فاطمة الدبلي حيت هادو فاطمة ديال الخوات الدولة مخلصة فيهم تقريبا 15 مليون وانتم غتخلصوا 10 الخوات. الخوات إلا تعطلتوا عليهم راه كيبدو يبيعوها. داكشي علاش هادو فاطمة ماشي ديال الدولة، الدولة شراتهم من عند الخوات غير باش تطلعوا ديروا الإجراءات. الله يجازيكم بخير. هذا الشيء بخير وعلى خير مزيها ما كاين لا صداع لا والو ديريكت القي الله عمر هضر في معانا الله يجازيهم بخير والمقدمين حتى هما الله كنشكرهم الله يجازيهم بخير كلشي التقني ديال الجماعه كلشي وقفوا معانا الله يجازيهم بخير دازنا بخير وعلى خير دازنا القرعه بريميان سلمت على واحد السيد الدير ديالهم الى السقوط كنتمنوا من هاد الناس الله يجازيهم بخير تعاونوا معانا وانا دوزت القرعه ديالي في كامل الامور مزيانه وداروا معنا وجاتني في السفلي وتعاملت مع واحد السيده مريضه وخديت عاودت القرعه وشان جات فيها 4 ايام جاتني وقا جاتني في 4 ايام ماشي مشكل وكنحمد الله ونشكرو والله ينصر سيدنا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.